انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة توتور في البحر الأحمر وذلك بزورق مسير وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وقد ادت العملية الى اصابة السفينة اصابة بالغة وهي معرضة للغرق بفضل الله وقد تم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول الى موانئ فلسطين المحتلة ونفذت القوات المسلحة اليمنيه عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الاسلامية العراقية الاولى استهدفت هدفا حيويا في مدينه اسدود بصواريخ مجنحه والعمليه الاخرى استهدفت هدفا مهما في مدينه حيفا بعدد من الطائرات المسيره وقد حققت العمليتان اهدافهما بنجاح ان القوات المسلحه اليمنية تحذر كافه الشركات من مغبه التعامل مع العدو الاسرائيلي ومن وصول سفنها الى موانئ فلسطين المحتله ما لم فإنها سوف تتعرض للاستهداف في منطقة عمليات القوات المسلحة وبحسب ما جاء في البيانات السابقة إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن يعني الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة صنعاء السادس من ذي الحجة 1445 للهجرة الموافق للثاني عشر من يونيو 2024 صادر عن القوات المسلحه اليمنيه